زين، أنا بتناول الموضوع من جانب آخر. أنا أعتقد هاي الندوة اليوم هي يعني أثيرت أو تم الكلام عنها، وصرنا مشغولين فيه في الأيام الماضية، هي الزيادة الثانية في أسعار البنزين. الزيادة الثانية هذه هي اللي خلت الناس كلها تهيج وتتكلم عنها يعني. والزيادة الثانية اللي أنا أتكلم عنها اللي صارت في أسعار البنزين، وهي طبعا جزء من منظومة دعم عامة وشاملة كانت تظهر بأشكال مختلفة، اللي هو موضوع الدعم يعني أقصد، منذ الحرب العالمية الثانية يوم البطاقة إلى دعم السبعينيات وتحديد الأسعار وصولا إلى السنوات الأخيرة. الحقيقة أن الدعم هذه اللي أتكلم عنه في هذه الأيام هو ظهر في البدايات في ميزانية 2013-2014. في ذاك الوقت انقسم الدعم، أو الحكومة قسمت الدعم إلى نوعين: دعم المشتقات البترولية والغاز، والدعم المباشر اللي هو على المواد الغذائية والتعليمية وإلى آخره. دعم المشتقات النفطية أو المباشر يخصم من الإيرادات النفطية كرقم واحد، هذا اللي دائما يحدث في الميزانيات السابقة، أن يقول مثلا الإيرادات النفطية والغاز كذا مبلغ، عقب يقول يخصم منها دعم المشتقات النفطية والغاز، فيأخذون مبلغ كامل منها بدون تحديد التفاصيل فيها. فاللي يبقى يصير هو عقب الإيرادات النفطية والغاز. بلغ في 2013-2014 هذا الدعم، اللي هو دعم المشتقات النفطية والغاز، دعم بلغ في 2013-2014 1,339,000,000 دينار، 1,839,000,000 دينار. دعم منتجات النفط والغاز انخفض يعني من الرقم اللي قلته 1,839,000,000 انخفض في 2015-2016 إلى 208,189,000 فقط، من 1,800,000,000 إلى 208. وهو انخفاض كبير جدا، ما كان لأي تبرير ولا أحد عارف ليش يعني. في 2013 قلنا احنا ندعم الغاز والمشتقات بكذا 1,800,000,000، وعقب سنتين نزل هذه الى 208. توج في 2016 مثل ما تتدرون الزيادة الاولى بزيادة 60% في اسعار البنزين. يعني كانت 2008 في 15-16، تالي في 2016 فجأة الناس فجأوا بقرار مجلس الوزراء بأن زاد البنزين 60%. يسأل الواحد يعني ليش الزيادة هذه، من وين جت؟ هاي الزيادة جاءت بعد فشل لجنة التنسيق المشتركة في الاتفاق على تحرير أسعار البنزين. هاليوم يتكلمون بعد ما صارت ضجة الناس على موضوع زيادة أسعار البنزين، في كلام أن لجنة التنسيق المشتركة بين الحكومة وبين مجلس النواب تعود من جديد وتجتمع من جديد لبحث إعادة توجيه الدعم لمستحقيه. هاي العبارة اللي سمعناها من سنوات، احنا نسمعها يعني، إعادة توجيه الدعم لمستحقيه. هذه اللجنة كانت موجودة في 2015 وعقدت عدة اجتماعات وبحثت كل أوجه الدعم هذه اللي تتعلق بالغذاء والبنزين والديزل وكل شيء في الواقع، وبعدين توقفت. فالآن يبون يعيدون إحيائها
وأنا أعتقد هو من أجل أيضا مرة ثانية امتصاص الضجة اللي صارت على رفع أسعار البنزين. في ذاك الوقت في ذيك اللجنة اللي توقفت في 2015 اقترحت الحكومة أن يكون أن تقدم دعم مقابل البنزين هو 25 دينار شهريا، كل عائلة بحرينية تحصل 25 دينار شهريا مقابل استهلاك البنزين كدعم لاستهلاك البنزين، بمعنى أن الحكومة ترفع البنزين مثل ما تبغي ولكن تعوض العائلات البحرينية بأن كل عائلة تحصل 25 دينار شهريا تعويض، شبيه بما حدث بالنسبة للحوم. بعدين النواب طلبوا في نفس اللجنة، طبعا ما وافقوا على هذا المقترح، شافوه قليل جدا، وطلبوا أن يكون الدعم للأسرة البحرينية شهريا بين 350 إلى 400 دينار حق كل عائلة، بدل 25 من الحكومية قالوا بين 350 إلى 400 دينار حق كل عائلة. اللجنة اليوم مثل ما قلت تعود من جديد، طبعا أكيد بيقولوا لهم أنه إحنا معنا 25 دينار ذي قليلة، خلي بعد يزيد شوي وأنتوا توافقون عليها. ذاك الوقت طبعا لما فشلت ذي اللجنة في هذا الموضوع في موضوعات الثانية، وفي هذه اللجنة أيضا بالنسبة للدعم النواب اقترحوا أن تكون في شو يقولون عليه مثل ما يقول قائمة غذائية يعني أو فاتورة غذائية أو سلة غذائية نسميها بالطريقة. فالحكومة رفضت هذا المقترح، وهو الحقيقة السلة الغذائية وكأنه بيكون الدعم عيني وليس نقدي في هذا الموضوع، فما تم اتفاق عليه ولا تم اتفاق على هالأشياء، فتجمدت موضوع اللجنة. وبعدين فاجأتنا الحكومة بأن زادت في 2016 البنزين 60%، وكانت تقول يعني احنا بيننا وبينكم ما في فايدة، فاحنا بنتخذ القرارات اللي نشوفها. الغاز مثل ما قلت خارج من المعادلة بعد أن تم رفع سعره من 70 سنت إلى دولارين ونص، على أن يظل يرتفع بمعدل ربع دولار حتى 2021. اتفق على هذا الموضوع، اقترحت الحكومة هذا الموضوع ومشيته وما حد قال شيء عنه. الآن الغاز قاعد يرتفع من هذاك الوقت من 2016 وانتهاء كل سنة، بحيث أنه يوصل إلى دولارين ونص. طبعا هما كانوا يقولون أن احنا نبي نوصله إلى سعر عالمي، وذاك الوقت كان الكلام عن السعر العالمي أنه 5 دولار في بريطانيا و7 دولار في أمريكا، وهم في سنة 21 يبون يوصلون إلى دولارين ونص. الحقيقة الحكومة تراعي وايد موضوع الغاز، لأن الغاز يدفع للشركات وهي تحب أنه دائما الشركات تحصل دعم، الشركات اللي تستهلك الغاز من ألبا إلى البتروكيماويات وبعدين الكهرباء نفس الشيء، هذه كلها تستعمل الغاز فتبي تحصل دعم عليه. فوصلت فبيوصل في 21 إلى دولارين ونص فقط. الديزل والكيروسين أيضا سووا لهم حل وطلعوه من المعادلة، والآن أصبح الديزل والكيروسين كل سنة يرتفعون 20 فلس، كل سنة يرتفعون 20 فلس، بيظلون ماشي إلى 21 وبعد 21. بعد الزيادة الثانية لأسعار البنزين اللي حدثت قبل أسبوع، يبدو أن الحكومة ستعيد الحياة إلى اللجنة المشتركة لإعادة توجيه الدعم. الدعم الآخر غير المشتقات هو الدعم الحكومي المباشر، ويشمل، وهذا الحقيقة دعم يعني عجيب، أنا ما أعتقد في
في دولة شكل مثلنا يعني. في خلطة عجيبة في هذا الدعم، هو يشمل هيئة الكهرباء والماء، يشمل جامعة البحرين، يشمل كلية المعلمين والبوليتكنيك وإعادة وإعانة المواد الغذائية وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين والمؤسسة الخيرية الملكية وصندوق الضمان الاجتماعي ودعم برنامج الإسكان علاوة الإيجار وأيضا الأقساط الإسكانية ودعم الأسر محدودة الدخل والصندوق الوطني الاجتماعي. مجموع هذا الدعم في 2015-2016 هو 1,407,000,000. علاوة القلاء، مع أنه علاوة القلاء تخلصت في السنتين 15-16، كانت في 2015 115,000,000 دينار، أصبحت في 2016 70,000,000 فقط، يعني في نفس الميزانية. لما كانوا النواب يناقشون الميزانية 2015-2016 المتقاعدين تقلصت علاوتهم، والعلاوة الغلاء تقلصت علاوتهم، مع أنه ذاك الوقت أن يقولون أن النواب أن احنا لن نوافق على الميزانية إلا إذا لم تمس علاوة الغلاء ولا علاوة المتقاعدين. في نفس المناقشات الحكومة نزلت أهم علاوتين موجودة عندها. دعم هيئة الكهرباء والماء عبارة عن مصروفات تشغيلية تمر عبر الهيئة لمحطات الكهرباء الثلاث، يعني حسب كلام وزارة المالية نفسها أن هذه مصروفات تشغيلية لا تعطى للهيئة، إنما الهيئة تأخذها وتوصلها إلى الجهات اللي تشغل المحطات الثلاث مال الكهرباء مباشرة. فالهيئة هي عبارة عن جسر يوصل إلى المحطات الثلاث اللي هي الحد والدور والعزل. حقيقة هاي المحطات هي تنتج الكهرباء والحكومة تشتغل كهرباء من عندها، ومع ذلك تعطيها دعم خاص. الدعم كان في يوم من الأيام 350,000,000 دينار، أصبح 325 ثم تقلص إلى 315,000,000. هذا المبلغ يروح مثل ما قلت للمحطات، ومعروف أن المحطات الثلاث تدار من أجانب، وتم تقليص البحرينيين فيهم سنة ورا سنة إلى يمكن الحين ما في بحريني فيهم. واضح بالنسبة للدعم أن هناك تضخيما في الدعم المباشر وغير المباشر. يضخم هذا الدعم يعني لما نطالع، يعني مثلا احنا لما نقول جامعة البحرين تحصل دعم شلون يعني؟ يعني في الدول عادة التعليم العالي له وزارة خاصة به، والتعليم العالي والصحة يعتبر من الأشياء الأساسية في الدولة، فشلون نقول احنا نعطيه دعم؟ إذا ميزانية جامعة البحرين مثلا 40,000,000 دينار وهي ما تكفي، انت تروح تقول انا لا عليها دعم ما اعطيكم، وكان يعني نوع من المنه يعني على وانا مساء عدت المجالات هذه كلها اللي تعطى الاسكان فيها طبعا من ضمن الخدمات اللي تعطى دعم. هذه طبعا التضخيم الدعم بهالمبالغ الضخمه هذه كلها، هذه القصد فيه يقوم بتضخيم المواد المصروفات المتكرره، ويضخم بدوره عجز الميزانية والدين العام. المصروفات المتكررة اليوم ماخذة نصيب الأسد في الميزانية، والمصروفات المتكررة نصفها يروح حق وين؟ حق مصروفات القوى العاملة في الدولة في الحكومة، ومصروفات القوى العاملة بروحها تستهلك اليوم كل دخل النفط والغاز بالكامل، كله تروح حق مصروفات القوى العاملة. فهذا التضخيم إضافة طبعا إلى إخفاء في مداخيل عدة جهات في الحكومة ما موجودة في الميزانية ولا حد يدري عنها وين تروح. يعني تدرون مثل الكهرباء مثلا
كم سنة الحين في كلام في كل سنة كل مرة تناقش في الميزانية يا حكومة وين دخل الكهرباء؟ وين دخل الكهرباء والماء؟ ما يدخل، ما حد يدري عنه دخل الكهرباء والماء كم ولا وين يدخل. العام قد قدرون النواب ب 200 مليون دينار العام، ولكن من قبل العام وقبل العام أنا تتبعت الموضوع يمكن إلى 2008 كان في دخل الكهرباء في الميزانية، بعد 2008 دخل الكهرباء ما يدخل في الميزانية. عندنا المارشال الخليجي أيضا ما يدخل في الميزانية، وأنا تدرون أنتم المارشال الخليجي عندنا لمدة 10 سنوات بدأ من 2011 أعتقد بينتهي في 2019. كل سنة عندنا 750 مليون دولار تدخل عندنا، لكن الحكومة تقول هاي مشروعات هاي مو فلوس، فلذلك ما تدخل في الميزانية. عندنا فوائض الميزانية مثل الدولة من سنة 2000 إلى 2008 كان عندنا فوائض الميزانية فاقت 1.8 مليار، هذه أيضا ما تدخل في الموضوع. عندنا أيضا بالإضافة نرجع للدعم مرة ثانية، الدعم في مبالغات يا جماعة، دائما في مبالغات ولا هو حقيقي أبدا. كل التقارير وكل الاجتماعات كانت تقول أن هذا الدعم مو حقيقي. بالنسبة لدعم المستقرات والبترول الحكومة تقول، وزارة المالية تقول أن إحنا بس إحنا قاعدين نحط مبالغ على أساس نوصل للسعر العالمي بس، لكن كيف وليش على أي أساس وعلى أي دراسات ما في أي جواب. اللي حق اللحوم على سبيل المثال، اللحوم إلى حد ما ألغيت هذا الدعم على اللحوم، كان اللحوم في الميزانية محطوط له 50 مليون دينار سنويا، 50 مليون دولار. لما ألغيت بدأ الكلام عن موضوع اللحوم الناس. أنا حصلت على تقرير من وزارة التجارة ذاك الوقت وحسويت الحسبة، طلع أن الحكومة تدفع على اللحوم 7 ملايين فقط وليس 50 مليون. شركة المواشي قدرت بحدود 6 ملايين، لأن شركة المواشي كانت هي تتلقى المبلغ من الحكومة، فبين 6 ملايين 7 ملايين إلى 50 مليون. هذه المبالغة كان إحنا يعني ندفع بالمبلغ، فإحنا لما يطلع من عندنا لا تتكلمون، معلومة ما يطلع من عندهم المبلغ. السؤال الآن لماذا الدعم؟ ليش يعني إحنا نتكلم عن دعم ودائما نقول زيدوا الدعم، الدعم يروح للمستحق، الدعم ما يروح، الدعم كذا، ليش الدعم يعني؟ الدعم عادة يعني إذا بنفسره بنقول هو يقدم لعدم كفاية الدخل أو من أجل تغطية الفرق بين الدخل وتكلفة متطلبات المعيشة. الإنسان يحصل يبي مساعدة ويبقى دعم على أساس يغطي مصروفاته اللي يحتاجها، فدخله معاشه العادي معاشه التقاعدي إلى آخر ما يكفي، فيحتاج شيء يعطيه. إذا معناته هذا الشخص لأن دخله ضعيف، لأن راتبه ضعيف، لأن معاش التقاعد ضعيف، فلذلك هو يحتاج إلى دعم. إذا إحنا ليش ما نروح للموضوع بشكل مباشر بدل ما نسوي عن طريق مساعدات ويصير حول اللغط اللي صاير حوله؟ ليش ما يتحول هذا الدعم إلى دعم نقدي منتظم من خلال تعديل مداخل المواطنين؟ يعني تعدل مداخله وخليه يرتفع دخله هذا الشخص ويعتمد على نفسه، ولا يتوقع منك كل شهر كل ما تغشين وتعطيها المساعدة وتعطيها الدعم، بحيث تصبح هذه المداخيل متناسبة مع متطلبات المعيشة. وتعديلات المداخيل تحتاج إلى، أنا يعني حسب رأيي، أولاً إعادة وضع ميزانية أسرة جديدة. الأسرة اللي أشار لها، ميزانية الأسرة اللي أشار لها الأخ كريم من شوية اللي وضعت حقيقة كانت في الثمانينات وكانت في حدود 470 مليون وشيء من النوع. وضعت ذاك الوقت مركز البحوث أتذكر وضع هذه ومشت فترة بسيطة وضعت لوزارة التنمية الاجتماعية ومشت إلى فترة بسيطة، وبعدين طبعا لازم أن كل سنة
أو كل سنتين على الأقل تقوم يتم إعداد ميزانية جديدة نتيجة لتغيرات الوضع، الأسعار تتغير، التضخم يزيد، كل المؤشرات حقيقة تتغير وتزيد، فلذلك لازم أنت تضع الميزانية جديدة. ميزانية الأسرة كانت ماخذ متوسط احتياجات الأسرة وبالتالي متوسط دخل الأسرة. لما نقول إنه مثلا الأسرة المكونة مثلا من أبوين وطفلين أو ثلاثة أطفال يحتاجون إلى 470-480 دينار شهريا في ذاك الوقت، أتحكي عن الثمانينات، طبعا الحين في الوقت الحاضر يمكن لا يقل عن 800 دينار اللي تكلم عنه الأخ كريم أكبر جعفري، يعني لا تقل اليوم عن 800 دينار. إذا أنا أقول أنه والله الحد الأدنى للأجور أو الحد الأدنى للدخل بالنسبة للمواطن البحريني يكون مثلا 800 دينار، والحقيقة 800 دينار دي مدعومة من كذا جهة. يعني متوسط دخل البحريني حسب التقارير تقول نفس الشيء، أن دخل البحريني بحدود 800 دينار. متوسط الأجور مثل ما قال كريم نفس الشيء قبل شوية في القطاع العام والقطاع الخاص بعد تمشي في هالحدود. فلما تجي تقول أنت والله أنا متوسط دخل المواطن البحريني هالكثر وأبني عليه الأجور اللي نعطيهم للناس، في هذه الحالة أنا البحريني ما بيحتاج إلى دعم، ما بيحتاج أحد يساعده أو يمن عليه حتى يقول له ترى أنا عطيتك أنا سويت لك وأن أنت خدت هذا المبلغ من فلوس الحكومة والحكومة عطتك إياه يعني. فبيكون هو يعتمد على نفسه، بالإضافة إلى أن هذا الشخص بيشتغل وبينتج وبيكون إنسان فاعل في مجتمعه وبتقل البطالة وبتقل العمالة الأجنبية مثل ما هي موجودة الآن وتكلمنا عليها قبل شوية. يعني أنا هاي الحقيقة واحدة لو وضع ميزانية الأسرة. الشيء الثاني وضع حد الأدنى للأجور تكلمت عليه، أيضا الحد الأدنى للأجور في الدول يربط بمؤشر المستهلكين، لأن مثل ما قلنا الأسعار تتغير دائما، فكل مرة لازم تعيد النظر أنت في معدل الأجور بناء على تغير مؤشر المستهلك عندك. في دول تحط تشكل مجلس، في دول تشكل لجان، اللجان دي تقوم بدراسة الاثنين المستهلك والأجور ومن ثم تربط بين التغييرات فيهم، تقوم تزيد الأجور بناء على تغير الأسعار أو تثبت الأجور وما تزيدها لأن مؤشر الأسعار نزل مثلا. ثالثا اتباع سياسة حادة وصارمة لبحالة الوظائف. احنا مثل ما انتم شايفين يعني دولة بقى البحرينيين أو القوى العاملة مثل ما قال الأخ كريم حوالي 20% فقط، يعني هذا غير معقول، يعني أنه الأجانب يستولون على 80% من الوظائف، وكل مرة مجلس التنمية يقول إحنا سوينا استثمارات ويابت وظائف جديدة، نجد نفس الشيء أن 80% من الوظائف تروح للأجانب و 20% تروح للبحرينيين فقط، وإحنا مستمرين على هذا الموضوع إلى في الأخير أنا أعتقد بيقول الشام البحرين اللي بيبقون بيشتغلون عند الأجانب. هذه الحقيقة بالنسبة لموضوع الوظائف. محتاجين أيضا تقليص العمالة في القطاع العام والتي تستهلك الآن كل دخل النفط مثل ما قلت 50% من المصروفات المتكررة، وتقليص العمالة في القطاع العام هذا شيء أساسي. الرؤية أو الاستراتيجية التنمية اللي أشار لها كريم قبل شوي مبنية على هذا الموضوع، مبنية أن القطاع أن إحنا الوظائف عندنا في القطاع العام ما موجودة في 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 دول ثانية، يعني من ناحية النسبة مالت إلى الناتج المحلي عالية جدا، إحنا فوق 10-12% 10-2% لما وضعت الرؤية في 2008 مو الآن، طبعا الآن أكثر زين. والرؤية قدمت مقارنات ويا بالدول الأوروبية فيها 1.2-1.3 فقط، هم عندهم
النسبة 1-2-3 من 10 وأنا عندنا 10 وفوق، في معناته شيء غير معقول. يعني الدولة لازم أن تضع لها خطة فعلا لتقليص العمالة في القطاع العام. والكلام اللي يقول لك إحنا تبي تفنش البحرينيين، لا، في الدول الثانية ما تفنش البحرينيين، أنت تحولهم للقطاع الخاص، أنت تخليهم يحصلون وظائف جديدة، أو أن تساعدهم أن أنت هم يفتحون لهم وظائفهم وظائفهم الخاصة اللي هم يديرونها يعني. واحدة من الثنتين. واليوم إحنا عندنا الحقيقة تمكين، وعندنا بنك البحرين للتنمية، هاي جهتين مهمتهم إن يخلون البحريني يدخل في أعمال خاصة ويدير أعماله الخاصة، سواء بشكل فردي أو بشكل جماعي. مجموعة بحرينيين يمكن يشكلون لهم شركة، بحريني يسوي مؤسسة ومن ثم يتوسع فيها. المهم أن تشجعه أنه يطلع من القطاع العام أساسا تتخفض تكلفة العمالة في القطاع العام. وهذا التخفيض يعني مثل ما قلت، لما نقول أن القطاع العام اليوم العمالة تستهلك لك كل دخل النفط، معناته تشوفوا كم من مليار احنا بنوفر في هذا الموضوع. لما نقول انه والله احنا عندنا العجز وعندنا الدين العام وعندنا مشنو واحنا مو قادرين، هذه اشياء لما انا استرجعها وتدخل في الميزانية بتأثر جدا في مسألة تقليص العجز وحتى الدين العام. ولكن انا اخلي كل شيء كما هو واقول لا، بعد انا محتاج زيادة، محتاج استدين زيادة. اليوم احنا نستدين، شلون نستدين الدين العام لما بتحكي انه وصل 9 مليار، شلون نستدين؟ احنا نستدين من اجل نسد الدين، نستدين من اجل نسد الدين، احنا ما نستدين على اساس ننتج مثل الدول اللي الثانية. يمكن تقول عن امريكا اكبر دين في العالم، ولكن تنتج، دولة منتجة، فرنسا دولة منتجة، احنا دولة غير منتجة، احنا كلها نعتمد على الاستهلاك. فهذا التحول يعني المطلوب. نوصل بعد نقطة واحدة بس على كريم بس أذكرها. حقيقة بعد 10 سنوات من إصلاحات سوق العمل والتعليم والتدريب التي هدفت إلى إحلال العمالة البحرينية ورفع تكلفة العمالة الأجنبية، هذا كل وقت كان طبعا حلم ولم يتحقق ولا شيء منه، صرنا بالعكس. وجود هيئة سوق العمل هذه كانها واجب موجودة لتوظيف الأجانب وليس لدعم توظيف المواطنين. يعني اليوم مجلس التنمية الحقيقة بعد 10 سنوات من هذه التجربة محتاج أن يقف وأن يجري دراسات تقييم لتجارب ومسيرات هيئة سوق العمل وتمكين بنك البحرين للتنمية، وأيضا البوليتكنيك وكلية المعلمين للتعرف على مدى نجاحها وإخفاقها. يعني شيء طبيعي في العالم كله، مو في العالم، الواحد ساعات في البيت عنده أو في شركته أو في مؤسسته يسويها هالشكل. بعد 10 سنوات أنا لا أعمل تقييم وأقول أنا شقد نجحت شقد كذا. يعني مثلا تمكين مهمة أن توفر وظائف للبحرينيين وتشجع الشخص أن يطور وضعه الوظيفي، هذا شيء معروف بالنسبة للتمكين. ولكن هل هذا الكلام تحقق؟ هل هذا صار شيء؟ هل تمكين اليوم بعد 10 سنوات سوت دراسة ويابت له جهة محايدة، جهة خبرة محايدة، ودرست مسألة كم تمكين وفرت من الوظائف اليوم، وكم تمكين وشنو أنواع الوظائف اللي وفرت والمؤسسات اللي مولت؟ يعني هل هذا حدث مثلا؟ هذا ما موجود. ونفس الشيء بالنسبة لبنك البحرين للتنمية. بنك البحرين للتنمية تأسس قبل 25 سنة وكان بنك تنموي مهمته أيضا نفس الشيء. وبعدين في 2008 سووا نوع من الاتفاق المشترك بين تمكين وبين بنك البحرين للتنمية. هذا الاتفاق مهمته شنو؟ أن تمكين تدفع نص القروض اللي تعطيها بنك البحرين للتنمية، الاثنين يتعاونون مع بعض على أساس أن يدعمون مشروعات المواطنين اللي توفر وظائف جديدة لهم. هذه التجربة يعني مثلا تدرون أن تمكين شقد تخبطت
في مسألة إعطاء القروض، تعطي ناس ما يحتاجون، تعطي ناس خارج القطاع الخاص، تعطي ناس ما لهم علاقة بالشباب وغيرهم، فيعني توصيات معينة أعطوا ذي وأعطوا ذي وأعطوا ذي. وعندك نفس الشيء بالنسبة لبنك البحرين للتنمية، يعني واحدة بتفتح بوتيك تبيع فيه عبايات عطوها الموضوع، شنو الفائدة في هالموضوع؟ وما بقول أمثلة كثيرة يعني في هذا الشيء، لكن المهم إن إحنا محتاجين الحقيقة لعملية تقييم لهذا الشيء، وأيضا تقويم ومن ثم وضع خطط جديدة للعشر سنوات القادمة. هاي الحقيقة حق للناس على على بنك على مجلس التنمية. لو تم الحقيقة اتباع ذلك فإننا سنلغي كلمة دعم من قاموسنا المعيشي، ويصبح جزء من دخل المواطن المرتبط بعمله وإنتاجه، أي يتحول من مساعدة إلى حق من حقوقه في ثروة بلده. فإيرادات الدولة ليست ملكا للحكومة وإنما للشعب، وما دور الحكومة إلا إدارة هذه الثروة. شكرا لكم.